في ايه؟ قول لي يا بسيوني، انت ليه اناني؟ بتحب تاخد الحاجه اللي مش بتاعتك؟ انا عمري ما خدت حاجه مش بتاعتي. ما يمكن غيري هو اللي فاكرها بتاعته. انت شايف كده؟ ايه يا جماعه؟ هي مش اللعبه دي سؤال واحد ولا ايه؟ يا جماعه انتوا مالكم سخنتوا على بعض كده ليه؟ احنا جايين اجازه بنمرح يعني، ها؟ انجي خضتني يا حمزه. ايه؟ بصي بقى، انت بقالك كام يوم كده متغيره. مش انجي اللي احنا نعرفها بتاعت زمان. ممكن نعرف ايه السبب؟ السبب ان الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ما حسيتوش قبل كده. يعني تقدر تقول كده اخيرا لقيت الانسان اللي كميتي متظبطه معاه. قولي لي بقى يا مايا، انت كميتك متظبطه مع مين؟ انا؟ انا بلا كيمياء. لما كنت في ثانويه عامه كانوا كل البنات بتحب وبتتحب، وكل الأولاد كانوا بيعاملوني على إني أخته، ولما رحت الجامعة برضو بيعاملوني على إني أخته. عارفين أنا نفسي في إيه؟ نفسي أحب، نفسي أتحب، نفسي أتخطف. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انا ما نمتش اصلا. اصلا؟ انا كمان ما نمتش اصلا. ليه؟ يعني بفكر. في ايه؟ بفكر في واحدة. وانا كمان. بفكر في واحدة؟ بس يوني. طب ما انا عارف. مش هعرفك. ايه اللي مش عرفني؟ انا بقول لك. لا بجد، انت قايم بدري ليه؟ مش عارف يعني، ما جاليش نوم، قلت أم اتمشى شوية كده. طب ممكن اتمشى معاك؟ احنا نطول يا باشا. عارف مية صعبانة عليا قوي، ازاي الانسان ممكن يعيش من غير حب؟ الحب ده طلع اهم حاجة في الحياة، ويا سلام لو كان حقيقي. بسيوني تحبيني يا بسيوني؟ تحبيني يا بسيوني؟ انا بحبك من قبل ما اعرفك اصلا. اصلا بس حبيتك اكتر لما اتغيرت. ايش انا عمري ما كنت اتخيل اني اغير حياتي، بس اتغيرت علشانك. نفسي هما كمان يتغيروا. ايش وانا كمان نفسي، بس صعب. بتغير عليا يا بسيوني؟ انت حد ضايقك ولا ايه؟ قصدي يعني لو حد ضايقني. ده انا اقطعه بسنين. ما تخافش، معاك راجل. تلعبني ريست عشان اثبت لك؟ ايه الصوت ده؟ ده الموبايل. طب ما ترد. ما انا لازم قبل ما ارد اعمل حاجه. طب بس ما تاخرش عليا. هو مش بعيد الوقت في المنطقه دي يا انجي. Thank you.
بسيوني، جيت بسرعة. بسيوني؟ طارق، أنت إيه اللي مصحيك دلوقتي؟ نفس الشيء اللي مصحى بسيوني. قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ قصدي أنت يا إنجي. بسيوني لو شافك دلوقتي مش هيحصل. الله، هي وصلت لكده؟ آه وصلت لكده، وصلت لكده يا طارق. ولو بسيوني شافك معايا دلوقتي هيقتلك. المرة دي بقى هخلي بسيوني يشوف، بس وانت في حضني يا انجي. انت اكيد اتجننت. اتجننت يا بسيوني. بسيوني 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 بسيوني. ما انا خلاص فوق فوق، وانت السبب. تضربيني عشان بسيوني يا بسيوني؟ حبيتها يا باشا. في حاجة جميلة؟ أنا حاسة بيك قوي يا باشا. بص، اسمعها مني وأجري على الله. أنت إنسان، من حقك تحب وتعيش شبابك اللي ملقتش فرصة إنك تعيشه قبل كده. حضرتك ظابط وحياتكو دايما ناشفة جامدة، مفيهاش أي فرصة إنك تشم نسمة هوا أو حتى تعيش لحظة حلوة. كل ده من حقك، بس ما تنساش ابدا انك باشا مش تلميذ. أنا الدبيه. يلا يا جماعة، كل الناس تنزل تحت، الأتوبيس هيتفتش. لا يا فندم مفيش حاجة. ما كانش لازم نسلم دماغنا كلنا لواحد فاشل زيك يا فندم. أنا شايف كراتين المخدرات بعينيا، ولو معايا سلاح أو إذن النيابة كان زماني قبض عليهم متلبسين. بتقوم أنت إيه؟ الاتجار في كراتين؟ أنت يا الضابط بعدت عن الهدف الرئيسي المهمة وسايب المجرم الحقيقي لأنك مش عاوز تتهمه. انت خلاص موازينك اختلت.
يا فندم العيال دول اضعف من ان هم يبقوا تجار مخدرات صدقني. المهمة انتهت يا عالظابط. انتهت؟ انا مش لعبة في ايد سعادتك تبدأ المهمة وقت ما انت عايز وتنهيها وقت ما انت عايز. انا مصمم اكمل. في ظرف 24 ساعة يكون تقريرك النهاية على مكتبي. انت اتكشفت يا عالظابط وبقيت كارت محروق. طبعا سيادتك مش متخيل ان انا فاهمك من اول يوم. سيادتك باين قوي الهيبه برضو يا باشا فضحها. سيادتك احنا جامعه محترمه وماشيين في السليم، اظن حضرتك اتاكدت من ده بنفسك. والله انا بودي اقول لك خليك معانا شويه، بس متهيالي الجو مش هيبقى لذيذ معاك هنا بعد النهارده. احنا زي ما انت شايف اسره مع بعضينا. هو في كده؟ انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انا عمري ما كذبت عليكي صدقيني. كل حاجه حسيتها معاكي كانت بجد. ليه انا؟ ليه انا يا بسيوني؟ ليه؟ حرام عليك، انا اتغيرت عشانك. كنت سبتني، انا كنت مرتاحه كده. ليه اديتني كل حاجه وفي لحظه خدت كل حاجه؟ ليه؟ كفايه بقى كفايه. انجي انا كنت متاكد ان انت هتصدقيني. بس يوني انا جيت عشان اقول لك بلاش تخسر كل حاجه،
بلاش تخسر شغلك كمان. انت انا عمري ما هخسرك. انا اصلا كنت عايز احكي. اصلا قولي لك مسامحاني. مش وقته، احنا جايين عشان حاجه تانية خالص. الجماعه اللي دي في المخزن بتاع الجامعه مطمنين على الاخر، فاكرين ان الجو رق لهم، مجهزين شحنه مخدرات كبيره جدا وناويين يوزعوها للادي على جميع نوادي مصر. اي حد هيتحرك هطير نقض دماغه. يلا كلنا زي حلوين كده نرفع ايدينا فوق. ارفع انا مش قلت لك احنا هنا اسره في بعضينا؟ ليه يا بسيوني؟ هات سلاح لفيدك. اسره مع بعضينا دي اسره واطيه كده يا بسيوني. بسيوني من غير ما تقول لي حازم. حازم بسيوني. بسيوني ايه اللي جابك يا حبيبك؟ يا بسيوني باشا حاول تعمل حاجه صح. المفروض كنت تخش معاهم الامتحانات السنه دي. معلش انا باص السنه دي، لكن اوعدك اخش السنه الجايه. أنا كنت عارف إنك أدي المهمة، بس كان لازم أعنفك عشان ما تكسلش. بسيوني شكرا.